بشكركم كتير كتير على محبتكم الحلوة اللي مالية التعليقات دي ودعمكم الرائع، شكرا من كل قلبي. والنهاردة معانا 4 أفكار أحلى من بعض، من 3 أطباق اللي انتوا شايفينهم دول بس بتوع الحلويات. معنا طبق كبير كده لونه سيرفر، ولو عايزين ذهبي ممكن بيبقى فيه منه برضو اللونين. أنا بعمل هنا جسم زي ما انتوا شايفين، جسم فانوس، بحدده طبعا بالمسطرة كويس عشان يبقى أضلعه كده حلوة ومتساوية، وهقص وأفرغ. وعايزة أقول لكم الأطباق حتى لو مش عندكم ممكن تشتروها من الراجل اللي بيبيع الأطباق الفويل والكياس بتاعت التلاجة اللي هي الكوبايات بتاعت الشاي والقهوة، الكرتون دي بيبقى عنده، ويبقى الطبق رخيص يعني مش غالي خالص. أنا كمان هنا قصيت الحواف بتاعت الطبق نفسه، فيها كيرفات جميلة كده عجبتني، هبتدي أقص من هنا كده أعمل كذا دور فوق بعضه، وبساوي طبعا المنطقة اللي هشتغل فيها وانضفها كده بالمقص. واللايك بفكركم انزلوا يلا بسرعة دوسوا باللايك، وكمان اشتركوا لان قناتنا مفيدة قوي لكل بيت، عليها افكار حلوة كتير قوي، بادخلوا واكتشفوا مليانة فعلا افكار جميلة مفيدة للبيت جدا، مفيدة لكم، وديكورات حلوة قوي قوي قوي. زي ما انتوا شايفين انا عملت كده اول دور، وطبعا بنستخدم في اللزق هنا مسدس الشمع. بصوا لمعتها بجد انا لمعتها خطيره، يعني مهما دهنا الكرتون او دهناه او حطينا اي لزق فوقيه مش هيدي لمعه الجمال ده. تمام، عملت خلاص الادوار كلها، وجبت هنا دايره. انا عايزه افرغها تاني دايره اقل، اي حاجه عندك مقاسها اقل شويه، وابتدي الزقها بالشمع كده. وكده خلاص خلصنا جسم الفانوس. هي ديكورات بسيطه خالص تتعلق على الحائط او تنزل كده متعلقه من السقف في خيط، هتبقى جامده جدا، هتديلك كده مع الاضاءه شغل عالي قوي. ده يعني زي جلاد كده كبير، هو فيه برونز كده، احط كده زي ما انتم شايفين مع شويه ستار كده فضي. مش هتصدقوا الجلاد ده انا لقيته فين، يعني لقيته عند الراجل اللي بيبيع اكياس التلاجات لقيته بيبيع الفرخة ده، انا مش عارفه هو قايم بس بيعملوا بايه يخص المطبخ، انا مش عارفه لانه غامق صراحه. بس ايه رايكم في الفانوس؟ بصوا كده لسه بقى المجموعه الكامله هتكمل بعضها، تبقى تحفه، بس مبدئيا رائع، كمان لو عملنا واحد اكبر كمان. فيا رب الفكره تكون عجبتكم، ويلا بينا على الفكره اللي بعد كده برضو من نفس الجلاد. بصوا انا بوريكم كده في برونز قوي، وظهره تحسوا كده ان ظهره جلد. عملت هنا من نفس البواقي بتاعت الكرتون اللي فات هلال، وعملت نجمة ودوريتين كده يمين وشمال، وهنعمل زي ايه طابلو كده صغير طويل برضو. هو برضو يعني هيبقى برضو قوي من نفس الماتشنج بتاع الالوان بتاعت الفانوس، فكله مستوحي من بعضه بس كله بيكمل بعض، فاهميني؟ اتعلق كده على حائط في ركن مع اضاءه، وتحتها كده الكوشن كده ولا كرسيين جمال وترابيزه، يبقى تحفه. هنا عصايه شيش طاووق ولفتها بجوبير فضي، واعمل التعليقه بتاعتنا اللي هيتعلق منها البورتريه الصغير ده كده بالشكل ده. انا جيت بقى اتهفت في عقلي الصراحه يا جماعه، انا مش عارفه ايه اللي جرالي، ومره واحده قلت ايه طب بقى اقص كده على اساس اخليها بارزه بقى كانها فاضيه وحواليها ايه اسود يعني، وقطعت كل الشغل متخيلين المعاناه اللي احنا بنعاني منها. بس بسرعه طبعا عملت ايه، شلت المجسمات اللي انا عملتها دي او الهلال والنجمه وكده، ورحت عملت لها بقى ايه تاني شريطه طويله تاني سودا وحطيتها والحمد لله. بس انا بوريكم ان احنا تجاربنا يعني بيطلع منها ساعات يعني عقلنا كده بيودي في منطقه بتبقى بخساره بوقت يعني طبعا، بس يلا الحمد لله. فكره تاني جات لي وقلت مسكت الطبق ولقيت نفسي في رسمه كده عجباني على الموبايل بتاعتي على برضو زي طابلو كده رمضاني حلو عجبني، وقلت طب ما اطبقها كروكي يعني، انا ما كنتش عايزه انفذها عمل، بصيت لقيتها طلعت معايا عمل جميل ده، مآذن كده وهلال وشويه نجوم صغيرين اكن السما، وبجد طلعت حلوه قوي. وده القلم الدوكو اللي بكلمكم عليه كتير انه مش بيتمسح. وبصوا هنا على تليفوني هو شبيه شويه، الصراحه القلم ما كانش مساعدني خالص، القلم ده صعب شويه جدا في الرسم حاجات دقيقه زي كده، بس الحمد لله هي طلعت معايا وشكلها مش وحش، ظريف برضه. والحاجه لما بتتعمل برضو تتكتب وتترسم يدوي وتبقى باينه انها يدوي بس مظبوطه بتبقى شيك برضو.
بعد كده مرة واحدة جات لي فكرة ان انا اشيل بقى الحواف دي واحط برضو من نفس الخامة اللي اشتغلت بيها اللي هو الجلاد الاسود. ممكن تستبدلوه طبعا بفرخ فوم يكون برونزي او جلاد عندكم لامع، اي حاجة يعني اللي يحلكوا بيه الخامات اللي عندكم اشتغلوا بيها. فاهميني؟ انا دايما بدور، ما بشتريش اغلبية، بتبقى خامات انا عجباها يعني عجباني بشتريها من بره وبتبقى عندي وانقي ما بينها وكده. بصوا جميل ازاي، اللمعة رائعة. وطبعا الفضي مع الاسود ما بيتوصوش مع بعض. وهنا هتكون حلية اكسسوار كان عندي، حبيت قوي التطشات الذهبي مع الفضي والابيض، جمال قوي. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين يا رب. الفكرة دي تكون عجبتكم، والافكار اللي الفكرة اللي جاية والفكرتين اللي قبلها والجزء الاول والتاني اتفرجوا عليهم، اللي متفرجش عليه هيعجبكم قوي قوي. متنسوش الاشتراك وكمان اللايك الجميل. وكده ده الشكل النهائي، وطبعا عملنا التعليقة بتاعتها بتاع البورتريه الجميل ده النهارده. عملتوا اللايك ولا لسه؟ لسه ما عملتوش لايك واشتراك لغاية دلوقتي واحنا داخلين على الفكرة الرابعة؟ مش معقول يا جماعة، يلا بسرعة لايك وتعالوا شوفوا الفكرة الأخيرة الجامدة دي جدا دي. برضو زي ما انتوا شايفين الحواف كلها، الدايرة كلها خدت منها جزء وعملتها زي هلال بالشكل ده. طبعا الدايرة كبيرة مش صغيرة، ولو عايزين تعملوا منها أحجام برضو تبقى تحفة. وحطيت من ورا الجلاد برضو نفس النوعية اللي اشتغلت بيها قبل كده، تقريبا ده أقل من فرخ عمل لي الأربع أعمال كده. بعد ما كانت مرنة اتشدت كده وبقت حلوة معانا. وبرضو جبت النجوم بتاعت هي صراحة بتاعت الأولاد كانت في الكتاب بتاعهم، وفي حاجات كده بقطنية خدها كده ايه واشيلها، احس انها هيجي منها حاجة. والصراحة النجوم الفضي مع الطبق الفضي بتاع الحلويات كان تحفة. وكده الشكل النهائي. بصوا البورتريه الجميل اللي انا عاجبني قوي قوي اللي طلع كده معايا، بس ان شاء الله يعجبكم. وده البورتريه الطولي اللي فيه الهلال والنجمة والدورية دي. صراحة هو انا ما كانش عندي وقت ان انا اوظفه في ديكور احسن من كده بقى، احط انوار واحطه في مكانه الصحيح، بس حطيت لكم المجموعة على بعض، انتوا ان شاء الله تقدروا تعملوها وتوظفوها احسن مني كمان. كنت مستعجلة شوية معلش في نزول الفيديو ده. يا رب الافكار تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا حطيتوا اللايك، عشان هزعل لو ما حطيتوش اللايك هيبان عندي على فكرة، وهيبان عندي كمان المشاهدة الكاملة، وهيبان عندي كمان التعليقات وهقراها وبإذن الله ارد عليكم. اتفرجوا على الفكرة اللي قبل دي، في جزئين كمان لديكورات رمضان كانوا جمال جدا جدا، بس كانوا من خامات تانية وبرضو سهلين ولذاذ وكانوا تحفة قوي. ايه رأيكم؟ ده الجزء الاول، والجزء التاني اللي هو الهلال اللي فيه دانتيل. ان شاء الله تكون افكاري تكون عجبكم. بشكركم جدا. سلام.